على ما يبدو أن الانخفاض الواضح بسعر صرف الدولار لم يرافقه انخفاض بالسلع الأساسية، على الرغم من الجولات والمسرحيات الإعلامية التي قامت بها وزارة الاقتصاد، وهذا ما أكدته جمعية حماية المستهلك في بيانها الأخير منذ يومين، فأظهرت أن التراجع بأسعار السلع الغذائية الأساسية كاللحوم، أجبان ألبان، زيوت معلبات، حبوب والأدوات المنزلية والاتصالات والمواصلات مع أسعار الشهر السابق تراوح بين 5 و16% فقط، في حين أن أسعار الدولار تراجعت حوالي 32% منذ أكثر من 10 أيام. كل متجر عم يتصرف على مزاجه، المتجر الكبير والصغير والآخري، وكله بده يحاول يأمن أرباح. شي بيقول تحت شعار أنه يحفظ رأس ماله، شي بيقول أنه هذا المستورد الكبير هو اللي عم يفرض هذه الأسعار، أو الوسيط بين التاجر الكبير والتاجر الصغير. يعني نحن بمعمعة لا يمكن ضبط على الإطلاق، من شان هيك هذه ما بتنحل إلا بالمنافسة، هيك في كل دول العالم حلتها عبر المنافسة، إدخال على السوق تجار تانيين مش خاضعين لاحتكارات. البلد اليوم مشكلته الرئيسية إنه بنى ثروات الأساسية لرجال الأعمال بلبنان والأغنياء بلبنان على احتكارات، ولم تبنى لا على إنتاج حقيقي ولا على شيء، كله على التجارة. فماذا عن الحلول التي يجب اتباعها لحماية المواطن؟ إنه أولا مؤسسة المجلس النيابي تروح تعمل قانون للمنافسة اللي رافضينه من 20-25 سنة، لازم الذهاب نحو قانون للمنافسة يرسم هذا الموضوع، اللي نص اللبناني بالخارج لبنان وبيقبضوا بالعملة الصعبة، فيهم يساهموا بهذه التجارة ويفككوا. كل هذا الغلاء سيزيد مع رفع الدولار الجمركي من السعر الرسمي المعمول به حاليا 1500 إلى أكثر من 20,000 ليرة، فأن أسعار السلع الاستهلاكية ومنها الغذائية سترتفع بأكثر من 13 ضعفا، ما يعني زيادة الأسعار بنحو 1300% بالحد الأدنى.